Diwan FM 91.2. رغم اعتقادي الجازم بأنه كفاءات كبيرة كيما العقيد القلميمي اللي قاع وضع بطريقة عجيبة جدا، وضع على الهامش وعدم الاستفادة من الخبرة والتجربة اللي ركمها ميدانية ونظرية للأسف، ونخليه العمل نمشيه نحو الهواة، نمشيه نحو المبتدئين، نمشيه نحو الخطأ والتصحيح، التجربة والخطأ، وهذا ما يجوزش أنه نواصله فيه. ينبغي إعادة الاعتبار لهذه الكفاءات الوطنية الأمنية اللي حطيناها في عز الشباب على الهامش. هذا موضوع ينبغي التذكير فيه، وأنا تكلمت فيه كم من مرة ونعاود من خلال اتخاذ قضية العقيد لطفي القلميمي مثال لعشرات الحالات.